علاقتك ايه بالسوشيال ميديا يعني؟ لا طبعا انا يعني مش جامده قوي في السوشيال ميديا، لكن جبت حد يعني يتعامل. يبقى مسؤول. لان طبعا انا ما عنديش وقت. هو مشكله ايه؟ انا بفهم بس ما عنديش وقت. انا ممكن ما افتحش الفيسبوك اسبوع وناس بتزعل ان في حاجه، ان الخبر نزل انا ما ما عرفتوش. بترديش؟ انا مش ما بردش، ما بشوف، ما عندهاش وقت. النقابه واخده وقت طويل جدا مني طبعا، مع شغلي، مع البرنامج، بقرا الحاجات بتاعته، مع حاجات اجتماعيه عندي مع حسام واولاده، يعني عندي حياه مليانه شويه. حسام يا حسام ده فقره لوحده. ده حبيبي. يعني كوكتيل المواهب اللي عنده حسام دي جت منين؟ يعني حسام مخرج شاطر جدا، رابر، بيعمل مزيكا، بيمثل وبيرسم، ويعني ما شاء الله، الله اكبر. يعني حسام كل حاجه. حسام الحسيني كوكتيل. مين اللي عمل الكوكتيل ده؟ انا ومجدي. يعني هو واخد مني المواهب، هو خد كل المواهب مني ومن ابوه. طبعا الرسم مش انا مش فراخ. يعني لو رسمت انا الون حلو قوي، جيب لي الرسمه الونها لك حلو، لكن ما برسمش. لكن مجدي رسام هايل. فطبعا حسام واخد منه. يعني انا فاكره انه رسم على باب اوضته رسمه كانت اياميها، ما اعرفش الاسامي بتاعت الحاجات بتاعتهم دي. رسمه كانت حاجه معروفه كده، شخصيه معروفه كده، رسمها على باب الاوضه كله من فوق لتحت بالحجم بتاع الباب. وانا اتضايقت جدا ان كان بابايا ده البيت، وانا نسيت اقول للراجل مالكش دعوه بالباب ده. فده للاسف. فلكن هو كانت الرسمه دي كانت جميله جدا. كنت افرج الناس لما تيجي تبص حسام رسم حلو ازاي. هو حسام واخد المواهب من احنا الاثنين، ومامتي رسامه برضه. حسام لما بيخرج حاجه بيوريها لك او بياخد رايك فيها؟ ساعات بيتكلم. دلوقتي طبعا لا، في الاول كان بياخد رايي، بس ساعات ياخد رايي في اغاني يسمعك. يقول لي رايك في الستايل ده بتاع راب بتاعه. بحب اغاني عشان كلامها حلو، كلامه مفيد. ممكن حسام يخرج دراما او سينما؟ طبعا هو داخل يخرج دراما. ممكن تشتغلي معايا ولا هتقولي طبعا. لا طبعا. لا انا مره اشتغلت معاه حاجه، كانت حاجه كده، الحاجه عايز افتكر بس بتاعت ايه، حاجه معينه كنا بنعملها وكان هو المخرج. وجا بقى يا مدام نيهال لو سمحت، بقول لك لا الشبشب بتاع الام اللي بيطير ده، عارف اللي هو يا مدام نيهال. قلت له بقول لك ايه يا استاذ حسام، هو ده بيعاكسني. قلت له بقول لك ايه يا استاذ حسام، في اوضه جوه هنا انا عايزاك فيها. لا وفي بلاوي ممكن نحكيها على الملا. عايز اقول لك بس التزمت باللي هو قاله طبعا. لا هو شاطر طبعا، ما شاء الله تالنتد جدا. ما شاء الله. انا كنت عمال اقول له من زمان، حسام انت ممثل شاطر جدا، وانت مطرب راب شاطر جدا، وبتقول كلام حلو في الصميم. صح. وكلام يفيد الناس، فدي حلوه. لكن انت مخرج. هو بيمثل ده مخرج؟ ده هو مسخره. لا بيمثل هو، يعني هو تامر حسني. لا تامر ده حبيبي. يعني هو تامر كانوا بيموتوني من الضحك. عايز اقول لك تامر من الشخصيات الجميله جدا 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 كانسان. تامر جدع. وعلى فكره مفيش مره لجأنا له في اي حد تعبان. ما بيساعد. لا بيساعد بذمه. لا مش بيساعد عادي، خلي بالك. تامر مش يسيب لك اي مبلغ وخلاص. لا ابن بلد قوي في الحاجات دي. كويس قوي. لا وجدع مع اصحابه جدا، وجدع مع حسام جدا. انا ما انساهوش مواقفه مع حسام طبعا، فوق راسي من فوق.